بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات ومسرح الأحلام، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة. اللي فات مات واللي جاي كله مفاجآت. لكل متابعينا الكرام وكل عشاق النقل وكل عشاق الدوبل كابينة، النهاردة بنقدم لكم عربية تويوتا هايلوكس موديل 2009، عربية فابريكا بره وجوه ما عدا اجزاء بسيطة جدا هي اللي رشة. عربية تويوتا 4x4، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. العربية موديل 2009، مرور برقاش بمحافظة الجيزة، وفيها رخصة 10 شهور، ومن الزير وهي مع شخص واحد بس، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا. حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات. عربيتنا النهاردة سليمة بمعنى كلمة سليمة، يعني عربية تويوتا هايلوكس دوبل كابينة موديل 2009، مرور برقاش، وفيها رخصة 10 شهور، ومن الزيرو وهي مع شخص واحد بس، ماشية في العداد بتاعها كيلومترات قليلة جدا. حتة من الممنوعات. العربية زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا، فوانيس شبورة زي ما احنا شايفين، وادي الفوانيس الأمامية، ادي القايم اليمين، حتة من الممنوعات، وادي القايم الشمال. سليم بمعنى كلمة سليم، يعني ادي الجنب اليمين في العربية، 4 فرد كاوتش، زيرو طقم جنوط، الله اكبر عليه، طقم كارتيرات كامل في العربية، طقم عتب يمين وشمال. عربية موديل 2009 4x4، قلنا مرور برقاش بمحافظة الجيزة، رخصة 10 شهور، من الزيرو وهي مع شخص واحد بس. العربية كانت مرفوعة فترة، مركونة ما بتشتغلش، من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، استخدام شخصي. موديل 2009، ادي الجنب اليمين بالكامل من ورا بالفوانيس الخلفية زي ما احنا شايفين كده. تويوتا موديل 2009 دوبل كابينة. استخدام ملاكي شخصي. موديل 2009 قلنا كانت مرفوعة فترة، مركونة ما بتشتغلش. دفع رباعي 4x4 دوبل كابينة. ادي الجنب الشمال بالكامل، قلنا بالفوانيس الخلفية، 4 فرد كاوتش بحالة الزيرو، طقم عتب يمين وشمال، 4x4. العربية فيها زجاج كهربا، تكييف، سنتر لوك، بلوتوس، فوانيس شبورة، تكييف وباور، كاملة. عربية كاملة كل حاجة. مكنة بقى وعفشة وآلات جر، قول زي ما انت عايز تقول، قول. زيرو بمعنى كلمة زيرو. يعني نبص برضو على الدواخل من جوه، ادي المقاعد، الجلد بتاع العربية مقاعد جلد حمراء، العربية برضو فيها فتيس غرز زي ما قلنا، زي ما احنا شايفين كده قدام عينينا. ادي الدواخل بتاعت العربية موديل 2009 دوبل كابينة، تكييف، باور، سنتر لوك، زجاج كهربا، مانع ضد السرقة،
شاشة اندرويد كاملة كاملة، عربية موديل 2009 تويوتا هايلوكس كاملة كل حاجة. تراب على الكراسي من الركنة، قلنا ان العربية كانت مرفوعة فترة واتركنت فترة ما اشتغلتش. وهنبص دلوقتي على الماتور، والجماعة هنا عندنا بيغسلوه. بنشكر عميد الفنيين والوسط أسامة لأنهم بذلوا مجهود كبير، هما بيغسلوا ماتور العربية. قلنا إن العربية بقالها فترة كانت مركونة ما بتشتغلش، تقولك مركونة مرفوعة، عربية مرفوعة موديل 2009 موتور وضع بلاده، مكنة وعفشة ولا تجر 200%، موتور تمام التمام. يبقى قلنا ان العربية تويوتا هايلوكس موديل 2009 دوبل كابينة مرور برقاش، رخصة 10 شهور من الزيرو وهي مع شخص واحد بس، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات، 4x4 وكاملة كل حاجة، حتة من الممنوعات للي بيدور فعلا على الممنوعات كاملة كل حاجة. والسعر بقى خيال ومفاجأة، سعرها حنين جدا ومفاجأة، موديل 2009 تويوتا دوبل كابينة لكل عشاق الدوبل كابينة، عربية استخدام شخصي استخدام ملاكي دوبل كابينة. كان معكم أخوكم نور الحق من أرض الممنوعات ومسرح الأحلام، معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة، ودايما كده بنكون معاكم في كل جديد، بنعرض لكم كل جديد. الحمد لله شغالين في السوزوكي فان والميكروباص والنقل التقيل الجامبو والشيفولي منصور والتيوتا، الحمد لله كل حاجة شغالين فيها. معرض غصن الزيتون بمحافظة الجيزة، أرض الممنوعات ومسرح الأحلام، والبيع في كل حاجة نقدا أو بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية أنت وأي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول. كان معكم أخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله.